بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبو القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طلابنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابنا، مراجعتنا بالنسبة للغة الإنجليزية كانت البارحة محاضرة تشمل 35 درجة على الطالب في الثالث متوسط أن يراجعها. محاضرة رقم 4، مكتوب 4، كانت تحوي على التعاريف، كيفية حل القطعة الخارجية والجمع، شلون تجمع، وايضا البنكتويشن يعني المارك، علامات الترقيم، بالاضافه الى ذلك التوصيلات. يعني محاضره كلش قيمه. طلابنا الاعزاء، وصلنا وياكم الوحده الخامسه. احنا قلنا كل وحده بمحاضره، وهاي المراجعه جدا مهمه بالنسبه للطلاب. طلابنا، عندنا اول شيء بالوحده الخامسه هو الانشاء، وانشاء الوحده الخامسه جدا مهم، اكد عليه. Write about a TV program. اكتب حول برنامج تلفزيوني. استاذ، شلون اعرف انه يريد من عند الوحدة الخامسة؟ يعني انشاء الوحدة الخامسة. تلقى a TV program. تمام؟ a TV program. تلقى هذه العلامة موجودة. زين. استاذ، شلون اكتبها؟ شلون احفظها؟ اول ما تجي تحفظ في اللغة العربية. زين؟ انت حافظ انشاء يعني على برنامج تلفزيوني، ماكو مشكلة. ما حافظ انشاء، احفظ هذا الانشاء. زين؟ طبعا الانشاء راح يكون الحد لهنا، لان الباقي ما يحتاج. الانشاء يقول I watched a good program last night. شاهدت برنامج جيد الليلة الماضية. It was about elephants training. كانت حول ترويض الفيلة. It was really interesting and it was very funny. كانت جدا ممتعة. There were some elephants by a pool. كان هنالك بعض الفيلة في الحوض. And they were very thirsty. وكانت الفيلة عطاشة. There was a cameraman. كان رجل مصور. كان مصور هناك. Filming and a reporter. ومراسل يتكلم. Talking to a camera. يتكلم إلى الكاميرا. When one of the elephants blow water in the air. يعني رشق الماء في الهواء. صار the cameraman and the reporter got very wet. المصور والمراسل فيهم اصبحوا او يعني تبللوا جدا. اوكي، الحد لهنا احفظ هذا الانشاء. طلابنا الاعزاء، جدا بسيط، ترجمتها هاي موجوده جوا. يلا هسه المن نروح للقواعد، قواعد الوحده الخامسه. ملاحظه طبعا على قواعد الوحده الخامسه، خف واحد يقول الساد بها زمن ماضي بسيط وزمن مضارع بسيط، وينهن؟ شو ما قاعد نشوفهن؟ طلابنا، نفسيتهن زمن الماضي البسيط اللي اخذناه بالوحده الثانيه، ونفسيته زمن المضارع البسيط اللي اخذناه ايضا بالوحده الثانيه. يعني بين قوسين مكررينه على شنو؟ على استخدام ادوات الربط. اوكي، يلا هسه خلونا مباشره ناخذ استخدام ادوات الربط. احنا ما يحتاج نكرر الازمنه وين ما نلقاهن، عاد لي ثلاث مرات اربع مرات فما ارجع عليهن. لا، عندنا استخدام ادوات الربط اللي هي while وas، لها قاعده. طبعا قاعده بسيطه راح اخليك اياها اسهل شيء. وعندي when وعندي and، ايضا قاعده بسيطه. شنو قاعده؟ ما ابيهن قاعده. هن ذن شنو؟ ادوات ربط، يعني ربطن جملتين. لاحظ الوايل والاز ايش بيهن؟ قبل الوايل ياتيني لازم عندي زمن ماضي بسيط. تعرفون الزمن الماضي البسيط يعني الفعل جاي شنو؟ التصريف الثاني مالته. قلت لكم البارحة، المحاضرة مال البارحة جدا مهمة، بها التصاريف أيضا نسيت ما قلت لكم عليهم. يعني التصريف الثاني مالته اللي في زمن الماضي. أوكي، أما بعدها يكون زمن ماضي مستمر. يعني شنو مستمر؟ تعرفونه اللي هو يحمل was زائد ing، يعني الفعل بي ing. وضحت؟ وضحت. زين، لو اجتنا الجملة هاي، هذن الجمل شوفوهن، ذن وزاريات. ذن شن ذني؟ وزاريات.
هاي الأسئلة شبيهة أسئلة وزارية. لاحظ أنا شريد من عندك، أريدك تلاحظ لي شغلتين. هسا عندي إذا جان الوايل بالنص، يعني بنص الجملتين، زين شنو قبله؟ قبله زمن ماضي بسيط وعرفته أنه ما بي اي ان جي. يعني الثاني اللي بي اي ان جي يأتي بعد الوايل، هاي قاعدتها. زين لو الجملتين واحدة بعد الأخرى والوايل أو الوين قبلهن، الأولى لازم شو تكون؟ شوف طلابنا، لكن بعد الوايل يكون أيضا عندي شني؟ زمن ماضي مستمر. شلون أستاذ؟ نفس هاي. أوكي يعني مو تجيب لي هاي، تمام؟ تمام. هسا عندي هاي وايل، يقول لي اختار وايل لو وين هي ووز ريدنج. لاحظ ما زالت هي يعني الادوات جايات بالبدايه مو بالوسط، نفس ما هنا القاعده تقول ما زال هن بالبدايه جايات. اشوف شنو اللي بعدها، بعدها زمن ماضي مستمر، اذا اختار وايل. تمام تمام. عندي هاي القطعه او هاي الجمله ايضا وزاريه، يقول هير مذر انترد از شي كلين ذا هاوس. يقول لي كوركت، شنو كوركت؟ يعني صحح الفعل هذا. تمام. الاز وين جايه؟ مو قلنا از وايل واز اذا اجني بالجمله بعدهن شنو يكون فعل بي اي ان جي. زين شلون يكون فعل؟ تكوين الفعل، تكوين الماضي المستمر شلون يكون؟ استاذ اذا عندي شي وهي وات نختار الهووز والفعل نضيف له اي ان جي. تمام تمام. اعتقد جدا بسيطه. لاحظ لهاي الجمله، a thief took our clothes while we were swimming. were swimming، شوف الماضي المستمر، اما was زائد فعل اي ان جي، والwas المن قلنا للمفرد ماخذينها بال الوحدة الأولى، والثانية الوير للجمع اللي هي we you they. واضح لو مو واضح؟ واضح. هسا الوايل والآز شنو بعدها يجي؟ بعدها يجي زمن ماضي مستمر اللي يحوي على was أو were زائد الفعل بي آي إن جي. تمام. قال لي صحح الفعل، أنظر شنو قبله. از لو وايل، اذا از وايل اخليه اي ان جي، اذا غيرهن راح نجي هالقاعده الثانيه. يلا القاعده الثانيه شو تقول؟ القاعده الثانيه اللي هي عن من؟ احنا مو قلنا اربع ادوات، عن وين واند. لاحظ لهنا بالعكس، اذا عندي وين او اند بالوسط او بالبدايه شو يجي بعدها؟ يجي بعدها زمن ماضي بسيط. هنا أنا شني؟ زمن ماضي مستمر. هنا أنا شني؟ هنا أنا بالبداية بسيط كان وبالنهاية كان مستمر. هنا أنا شني؟ هنا أنا مستمر يعني بالعكس، وهنا أنا بسيط. شلون تحفظهن؟ ها تتمرن عليهن أكثر من مرة، تعيدهن أكثر من مرة، لأن ممكن تنساهن وين ووايل وآز وآند، ممكن تنساهن. قول وايل وآز يأتي بعدهن قبلهن بسيط، بعدهن مستمر، أو تريد تحفظ بس اللي بعدهن. أنا أفضل أنه بس اللي بعدهن، لأن القبلهن أوتوماتيك أنت راح تعرف أنه بسيط. أوكي. أما وين وآند يأتي بعدهن شني؟ زمن ماضي بسيط. شلون أستاذ؟ هاي جمل وزارية، يقول I was watching a movie. لاحظ وين، وين علي نوكت. لاحظ هذا البسيط اللي هو نحول الفعل الى ماضي، نوكت هذا دور. زين اذا جتني بالبدايه، اذا جتني بالبدايه لازم ياتي بعدها شني؟ زمن ماضي بسيط. اما الجمله الاولى كانت تنقل بالاخير، واضح. when my brother called هذا ماضي بسيط فارزة. شوف
اذا كانت الادوات بالبدايه خلي هاي ملحوظه عندك، تلاحظ بين الجملتين اكو فارزه اكو ماكو فارزه، تضع انت فارزه. زين زين. I was watching TV. لاحظت صار اجتني وين؟ خلينا بعدها شني؟ ماضي بسيط، وهذا هو الكولد. بعد يعني الجمله الثانيه صارت شني؟ زمن ماضي مستمر. اما اذا اجتني بالوسط الوين او الاند قبلهن شني؟ ماضي مستمر، بعدهن ماضي بسيط. اعتقد جدا صارن واضحات. حل تمارين النشاط وراح بس نستعرضه لكم، هذا نستعرضه صفحه 63. تمام، عندنا بالوحده الخامسه اهم شيء عندنا المستقبل البسيط، the simple future. جدا مهم هذا الزمن. اول ما نجي على الزمن، الظروف التي تدل على زمن المستقبل، يا هي I think، أنا أعتقد، يعني هاي تدل على زمن المستقبل. و next التالي، مثلا اليوم التالي، السنة الجاية، كذا، هاي تدل على المستقبل. tomorrow غدا تدل على المستقبل. وليته يعني شو نقول، احنا بعدين، اوكي، او فيما بعد، ليته فيما بعد. هاي ايش فيهن ذني؟ الظروف التي تدل على يا زمن زمن المستقبل. هسه صار عندنا ثلاث دلالات، زمن المضارع عرفنا الظروف اللي تدل عليه، وزمن الماضي عرفنا الظروف اللي تدل عليه، وهذا يا زمن زمن المستقبل، وهاي ظروفه. زين، شلون قاعد تستات؟ عندنا ثلاث حالات، حالة المثبت تعرفون، وحالة النفي، وحالة السؤال. حالة النفي والسؤال هن بسيطات، وايضا بالنسبه للمستقبل جدا بسيطه في حاله المثبت. فاعل بالبدايه زائد will اللي يدل على المستقبل، اوكي، زائد فعل مجرد يعني المصدر. الحاله الاولى البارح مو اخذنا التصاريف، الفعل الاول، اوكي، زائد تكمله. مثلا I هذا الفاعل، will هذا الول فعل مجرد، travel تكملة هي تو لندن، أي إن كانت التكملة. زين، النفي مالتها شني؟ مجرد تجيب نوت تخليها قبل الول. وضحت؟ وضحت. يلا، subject يعني فاعل زائد will نوت زائد base يعني شني؟ المصدر. خاف تجيك مختصرة الول نوت هذه اختصارها. تمام؟ مثلا يجيني سؤال وزاري، هسه ما اريد انا كله محلولات وكذا، لازم واحد نحل قدامنا. شلون يريد نعد؟ مرات يطلب من عدي شلون ننفي، مرات يقول لي نيجاتيف وهاي سهله، ومرات ما يقول لي نيجاتيف. شي يقول لي؟ يقول لي اي، ويخلي لي بين قوسين نوت وفعل. زين، هسه انا اريد انفي علي تومورو، لولا تومورو ممكن انا شني نفيت، وكلمه فيوتشر وول هم اعطيني اياها، لولا هذن الكلمتين انا يمكن انفي بالمضارع البسيط. زين، اقول اي مثلا اي دونت ميت علي، اي دونت ميت علي، ليش؟ لان ذني ما موجودات، بس وجود ذن الاثنين يعني شني؟ ادخل الول، وين ادخلها؟ قبل النوت. وضحت؟ وضحت. وانزل الجمله كما هي. في حاله السؤال مجرد تجيب الول اخليها بالبدايه، هاي هي الول تسبق السبجكت يعني تسبق الفاعل، ول زائد سبجكت زائد بيس القاعدة. زين، يقول ول ات رين تومورو، هل سوف تمطر غدا؟ وعلامة استفهام، علامة الاستفهام جدا مهمة. اوكي استاذ، انا نسيت ما خليت علامة الاستفهام، نقص درجة. زين، وشريد من عندك أول حرف من والله يكون كابتل. يلا، will I travel to London؟ علامة استفهام. بعد البعدها شني؟ هسه اللي هنا أنا شوف طلابنا، كلش قلت لكم أنا الوحدة الخامسة جدا بسيطة، بها اثنين اللي هي ال يعني المستقبل البسيط، وهاي قاعدته لا تخليها تفوتك،
سهلة كلش زين. وعدنا أدوات الربط ذن اللي أخذناها أيضا لا تخليني فوتنك، اللي هي وين وأنت وايل وآز تمام. وأخذنا الإنشاء مالتها. هسه لمن نروح؟ نروح ناخذ القطع. القطع مالتها جدا مهمات مال الوحدة. أيضا القطع الوحدة الخامسة جدا بسيطات، القطع والقصص الموجودات بها. إراكي مورنينج نيوز، صحيفة الصباح العراقية، الأسئلة اللي عليها هاي القطعة. What did the meeting focus on؟ اللقاء على ماذا ركز؟ لاحظ to، لاحظ meeting معناه لقاء. To discuss educational development programs between countries، لمناقشة برنامج التطور التربوي بين البلدان. What was the minister's suggestion؟ ماذا كان اقتراح الوزير؟ Opening English schools in Iraq، افتتاح مدارس إنجليزية في العراق. زين. Who welcomed the Iraqi minister at the airport؟ من الذي رحب في الوزير العراقي في المطار؟ British Minister of Education، يا هو وزير التعليم البريطاني. What did the sports minister open in Basra؟ ماذا فتح وزير الرياضة في البصرة؟ شنو فتح؟ شو تقول له؟ A new sports city in Basra. خاف تجيك على شكل فراغ، احفظ لي اياها هذه. اوكي سبورت سيتي احفظ لي اياها، ليش؟ ممكن راح يغير الكاهو ويجيب الكاهو على شكل صح وخطا. هسه راح اشوفها. Where did the Iraqi minister of education arrive؟ اي اين وصل؟ لوين وصل؟ يا مكان. He arrived in London. واحد يقول استاذ كتبت بس in London، صح. What did the sports minister open in Basra؟ شفت قلت لك؟ قلت لك sports city، جربك عليها تجيك اكثر من مرة. اوكي زين. The sports city took، يعني مدينة اخذت 3-1-2 years to build، اخذت كم سنة للبناء؟ 1 لو 2 لو 3، احفظها 3 سنوات مدينة البصرة يلا انبنت. How long did the sports city take؟ كم، لاحظ مرة جتني على شكل اختيارات ومرة سألني قل لي كم، how long، كم الفترة. Did the sports city take، كم فترة بناء المدينة الرياضية؟ شو تقول انت؟ 3 years. استاذ كتبت رقم صح لو خطأ؟ صح. The sports minister opened a new sports city in Baghdad. يقول وزير الرياضة opened، فتح a new sports city in Baghdad، صحيح لو خطأ؟ فتح مدينة رياضية في بغداد، صح لو خطأ؟ خطأ، false. اوكي لو قايل لي بصرة كان قلت له true، صح. هسه فهمت شنو القصد؟ اريدك تركز، مو راسا تجي تقرا هذه وتقول هذا اي صحيح، لا المحافظه غير لك اياها، يا لازم تنتبه. اوكي يلا عدنا الدرس. هسه شفتوا 3 دقائق يعني على الصحيفه. اوكي كلش قلت لك الوحده الخامسه كلها بسيطه وحرامات ما تاخذون معها درجات، يجي عليها هواي درجات. عندنا الدرس الأقوى لكل شخص. A powerful lesson for everyone. What was the special offer of Al Sabah newspaper؟ ماذا كان العرض الخاص من جريدة الصباح؟ شني special offer، عرض خاص. لاحظ العرض مالتهم شني كان؟ Two students can work as reporters on the paper. العرض مالتهم كان شني؟ طالبين يستطيعون العمل كصحفيين على الورق. احفظه هذا السؤال مهم. سؤال 2، Who was the lucky boy؟ اريدك تركز على هذا السؤال. ليش استاذ اركز عليه؟ ها لان عندنا lucky customer يعني الزبون المحظوظ، وعندنا lucky boy الولد المحظوظ. فالولد المحظوظ
اللي هو سلام أحمد. أما الزبون المحظوظ هناك كريم، زبون محظوظ كريم. أما البوي يعني الولد هو يا هو سلام. How old was he؟ كم عمره؟ البارحة اللي أخذناهم ذن لازم نعرفهم، اللي هو عن من تسأل، و how old كم العمر؟ ذكرون البارحة اللي أخذناهن، أريد تراجع المحاضرة البارحة كلش مهمة، تعتبر أساس حتى باللغة الإنجليزية للطلاب الثانيين اللي يحبون يقرونها. يقول لي من هو؟ قال لي هو was، أقول له سلام أحمد، صح. was the little boy، يحتاج أو ما يحتاج براحتك. How old؟ عمره شقد؟ 15 years old. عمره شقد؟ 15 سنة. What did the editor say to the reporters؟ ماذا المحرر قال للصحفيين؟ A big new restaurant is opening in Baghdad next Tuesday. افتتاح مطعم جديد كبير في بغداد الثلاثاء القادم. هذا اللي قال لهم إياه. خاف يقول لي. What was the special thing attracts Salam's attention؟ ما هو الشيء الخاص الذي جذب انتباه سلام؟ لاحظ شنو اللي جذب انتباهه؟ A young boy، ولد صغير، was taking his old father، كان يأخذ والده يعني قوده. Who was in a wheelchair، كان على كرسي المقعدين. To the restaurant، تمام؟ كان يأخذ والده يعني يدفع به بهذا الكرسي للمطعم، تمام؟ تمام. يلا. What did Salam take with him on Tuesday؟ ماذا أخذه؟ هذا السؤال كلش مهم، يجين على شكل فراغات ويجين على شكل شني سؤال نفس هذا. أخذ وياه حفظهم a notebook and camera، دفتر ملاحظات وكاميرا. On Tuesday Salam took his، لاحظ جانا على شكل فراغات، قال لي يوم، طبعا هنا أنا. لاحظ On Tuesday Salam took his، جانا على شكل فراغ، شخذ ويا احنا شقلنا هنا نفسيتها notebook and camera، وضحت وضحت. الصباح newspaper makes a special offer to two young، لاحظ two young، إلى اثنين شباب students، إلى طالبين. From local schools، من المدرسة المحلية الموجودة كانت. True or false؟ True. أوكي زين. Who was the little boy last summer؟ لاحظ last summer، أكو بالموضوع last summer، هم نفسيته. Who was the little boy last summer؟ سلام أحمد. إش ماي نوعية السؤال تختلف أو تتغير في الوزارة النمط مالتها، أنا أعرفها، مو شرط يجيبوا لياها إلا على اللي أنا قريتها. شفت من الساعة هنا إيش قال لي؟ إيش قال لي هنا أنا على الولد المحظوظ هذا؟ سلام أحمد was the lucky boy. هنا أنا إيش قايل لي؟ قايل لي who was the lucky boy last summer، يعني ضايف لي كلمة last summer، يريد يمكن يخطئني أو كذا أو نوعية من شو اسمه. أنت يريد شوف أنت قارئ القصة بالصحيح، فأنت لازم تقرأ نمط الأسئلة بأنواع مو نوع واحد، على شكل فراغ، على شكل صح وخطأ، وأيضا على شكل سؤال اللي هو بالدبليو اتش كويستشن. What does سلام أحمد want to be؟ لاحظ هذا هم يريد يكون، سلام أحمد هم يريد يكون، يعني يريد، يعني عنده حلم يريد يصبح، هناك كريم يريد يصبح شني بوت شاعر، سلام أحمد لا، شو يريد يكون؟ يريد يكون ريبورتر. أوكي؟ بعد did the customers، اكو كاستمرز يعني اكو زبون في من في المطعم كانوا، watch the old man with love and respect، هل نظروا ايش بعد السؤال ابدد، هل نظر الزبون الى الرجل الكبير بحب واحترام؟ لاحظ هنا تجيني كلمة كاستمرز، راح يجيني سؤال ثاني نفسيته بس غير شيء. شو اقول؟ اقول no they didn't، No they didn't، لم ينظروا له، يعني معناها باحترام. لاحظ هنا The son looked at his father with love and respect. لاحظ نفس الصيغة، لكن الصن الولد
ترو. هناك لو جايتنا ترو لو فولز اقول له فولز. اوكي. The son looked at his father with disgust. يعني بريبة. نظر الى ابيه. Disgust. بريبة. خطأ. فولز. لا نظر له بحب واحترام. اوكي. What did the son buy his father? ماذا اشترى لأبيه الولد؟ شو اشترى؟ Some food. Some food. بعض الطعام. Why was the boy's father drawing food on his shirt and trousers? هذا السؤال جانا السنة. Because he was old and weak. يقول لماذا سقط أسقط الطعام على قميصه وبنطلونه؟ ليش؟ شنو السبب؟ Because he was old and weak. لأنه كان كبير وضعيف. تمام؟ احفظها. تتكرر؟ اي تتكرر. Because لاحظ شلون جايتنا الثانية. سؤال ثاني. على شكل صح وخطأ. قلت لك كلنا ما تطيك يعني. Because the father was very old and weak. He was dropping food on his shirt and the trousers. True or false? نفسي تسأل بس جاني على شكل صح وخطأ. صح. زين. بعد. Salam's father. Salam's first report was about. التقرير الأول لسلام كان about touching story of a boy and his father. كانت حول منه. حول الولد وأبيه. True or false? True. وأيضا طلابنا الأعزاء هاي قطع الوحدة الخامسة هي والقصة مالتها أخذناهن وشفناهن جدا بسيطات ما بيهن شيء. وحدة على جريدة الصباح ووحدة على سلام أحمد. أوكي. هنا طلابنا الأعزاء ما مرجو من عندك فقط تقراهن يعني تخصص لهن يومين أو يوم واحد بالنسبة للي مكمل فقط بالإنجليزي يقدر يعني بيومين هاي الوحدة ينفضها كلها ما يخلي بيها شيء يفوته. أوكي. طلعنا هاي السنة لا تحاول تضيعها بقالك شيء أيام قليلة. أيام قليلة وأنت بيدك الأسئلة ولو تجاوب صح لو تجاوب صح لازم تجاوب صح. أوكي. يلا طلابنا لهنا انتهى درسنا. أتمنى لكم الموفقية والنجاح الدائم. ما مرجو من عندك فقط الدعاء لنا ولهن ولجميع المرضى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.